رمضان شهر مشبع بالملايين. اهلا بيكم وحلقه جديده من اتكلم براحتك. الشباب اللي بيشكل تلتين المجتمع المصري يا ترى بيحلم بايه؟ هل هو مكسور وبيحلم بالوظيفه، بالشقه، بالزوجه، ولا بالشغل، ولا بايه؟ هل ليه حلم سياسي مثلا؟ عايز يبقى وزير، عايز يبقى رئيس حكومه، ينفع يعوز اكتر من كده؟ هنسال الشباب. بس عايز اقول لكم يا شباب، الحلم لو ما تحددتلوش خطوات بيبقى أمنية. عايز حلمك يتحقق يبقى لازم فيه خطوات، الشهر ده هعمل كذا، الشهر التاني كذا، علشان توصل لحلمك. يقاس مستقبل الأمم وتقدمها بحجم الشباب فيها، وكلما زادت أعداد الشباب في أمة من الأمم كلما كنا قادرين على أن نصف تلك الدولة بأنها دولة شابة فتية. ومصر هي إحدى الدول التي يمكن أن نطلق عليها بسهولة أنها دولة شابة، لأن أكثر من نصف عدد سكان هم من الفئات العمرية ما بين 18 وحتى 40 عام، وهي الفئة القادرة على العمل والتطور وقيادة المجتمع. فالثروة البشرية هي أعظم الثروات لو تم استغلالها بالشكل المناسب، وبالتالي الرهان على الشباب هو الرهان على المستقبل، ومصر دولة لديها مستقبل بفضل شبابها. ومصر بتراهن فعلاً على شبابها، وإن أنتوا يا شباب اللي تقودوا فعلاً المستقبل، لا للعواجيز، عايزكم أنتوا اللي تتقدموا الصفوف. وزي ما جه في التقرير، مصر دولة شابة، دولة فتية بيكم. عايز أعرف كده الصف ده كله على طول في كلمة واحدة، حلمك إيه؟ بحلم أكون وزير شباب. جاي بعد الفاصل وهنشوف هيقولك إيه. أنا بحلم أشوف مصر خالية من الفساد. طيب حلمك الشخصي؟ حلم الشخصي إن أكون إنسان ناجح وأقدر أفيد بلدي في أي مجال. حلمي أكون عضو مجلس النواب 2026. يلا شباب أسمع أحلامكم هنا الصف ده. أول حاجة أتمناها أو أحلم بيها إن أنا أول ما أتخرج ألاقي شغل، فأنا مش هحلم إن أنا أكون ناجح على مستوى العالم أو على مستوى الدولة غير لما أنا الأول خالص ألاقي شغل في تخصص بتاعي أول ما أتخرج. بعد كده هحاول إن أنا أنمي نفسي في الشغل اللي أنا فيه وأبدأ أطور من نفسي. كلامك حلو، بس قول لي هتعمل إيه علشان تلاقي شغل؟ على الأقل خالص أنا دلوقتي بدرس، أول ما خلص سنة رابعة إن شاء الله فهتعين في تخصص معين، المفروض إن أنا يكون متوفر لي شغل في التخصص بتاعي ده في خدمة اجتماعية. لو أنا ما لقيتش الشغل ده فأكيد إن أنا مش هبدأ أطور من نفسي أصلا، مش هيكون ليا دافع إن أنا أطور من نفسي. لكن لو أنا لقيت شغل أول ما أتخرج على طول فأكيد هحاول إن أنا لا، ما أنا عايز أقولك هنا بقى لازم أطور الأول من نفسي وأدواتي، وبعدين بعد كده ادور على شغل. اطور من نفسي وانا طالب الاول خالص، هاخد كورسات، هبدا ان انا احاول ان انا انمي نفسي في دراستي، اجيب تقديرات، ده اللي في ايديا. لكن بعد كده في ايدي ان انا الاقي شغل بعد ما اتخرج. طيب البنات ايه، ما لهمش احلام؟ عايزين يتجوزوا ويتستتوا ولا ايه؟ حلمي ان انا يكون عندي اكبر اكاديميه لتعليم الفنون في العالم كله، وحلمي ان انا اكون مهندسه ديكور. تفرق ايه يعني؟ ليه دايما انا واصل انها تبقى في العالم؟ طب ليه ما تبقاش في الحي، في المدينة، في المحافظة؟ ما أنا عشان أكون مؤثرة أكتر. كويس، أخد أحلام تاني شابات. بحلم إن أنا أعمل مبادرة وإن إحنا نبدأ نتعامل كشباب مع الأطفال اللي موجودين في دور الرعاية أو الملاجئ، عشان نعرفهم إن مفيش فرق بيننا وبينهم، وإن هم يقدروا يسيبوا فعلا بصمة كويسة في يوم من الأيام زينا عادي. مين اللي عايز يكون رجل أعمال مليونير؟ إيه اللي يمنع يعني؟ أنا عايز أبقى أغنى أغنياء مصر. أنا عندي بيزنس خاص بيا، فأنا إن شاء الله هحاول. بيزنس في إيه؟ في مجال يعني في مجال الاغذيه والادوات الصحيه، الاغذيه وكده يعني. دي بدايه كويسه مش وحشه، وممكن تبقى رجل اعمال ناجح، بس لازم تشتغل اكتر. مين الشابات اللي قاعدين هنا ومش عايزين يتكلموا؟ قولي.
هو حضرتك كلمت في الأول إن في فرق طبعاً بين الأمنية وبين الهدف وبين الحلم. وبين الحلم بالضبط. أنا عندي أمنية وعندي هدف، وطبعاً أنا عارفة دلوقتي إن وزير الشباب والرياضة بيسمعنا، فأنا ممكن أبدأ بالحلم الأول. في مسابقة طبعاً مهمة جداً عاملها وزير الشباب والرياضة في الشعب، الشعب البرلمانية على مستوى المحافظة، محافظة الشرقية طبعاً، المحافظات كلها على مستوى الجمهورية، اسمها أوسكار البرلمان. أوسكار البرلمان دي إحنا كبرلمان نموذج مصغر من مجلس النواب اللي هو البرلمان الكبير، بنناقش طبعاً قضايا مهمة جدا زي البرلمان بالضبط، وبندرس أدوات الرقابة البرلمانية. لكن النقطة اللي حابة أنها تتفعل أن احنا نمارس ده بشكل مباشر في مجلس النواب الحقيقي. تاني نقطة أنا عايزة أتكلم في الهدف، نفسي أكون أول امرأة تعمل بالنيابة العامة. بالنيابة العامة وعندي مقولة كده بحبها جدا، هو موجود دلوقتي العمل بالنيابة الإدارية بس النيابة العامة لسه. بتمنى حاجة، فبقول الجملة دي هي تقريبا بتحييني، بتديني الدفع دايما، اللي هي احلم لتعش وعش لتحقق. أتمنى يا شباب كل أحلامكم تتحقق، والبرنامج ده ليكم انتوا علشان صوتكم يوصل للدولة ولكل المسؤولين. تعالوا نطلع بس نشوف إحصائيات في الإنفوجراف ده عنكم يا شباب ونرجع تاني. 21% من إجمالي عدد السكان في مصر شباباً في الفئة العمرية من 18 لـ29، بإجمالي 20.2 مليون شاباً وفقاً لبيانات تعداد عام 2018. 50.6% نسبة الشباب الذكور مقابل 49.4% نسبة الشباب الإناث في الفئة العمرية من 18 لـ29. 2.8 مليون أسرة يرأسها شباباً بنسبة 12.3% من إجمالي الأسر المصرية. 49% نسبة الشباب في الفئة العمرية من 18 لـ29 المشتغلين بعمل دائم. 26.1% فقط من الشباب يقعون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية. 25.7% معدل البطالة بين الشباب في مصر. يحتفل العالم باليوم العالمي للشباب الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998 في 12 أغسطس من كل عام. بيكلموا على 20 مليون شاب عندهم 20 أو 21 سنة. بيكلموا عن 16% مش متعلمين، ودي نسبة كبيرة، ودي كارثة يا شباب. يعني الأمية هنا بين الشباب اللي مفروض بقى فيه وسائل للتعليم حديثة وكلام ده. لو حد عندكم، أتمنى منكم مبادرات للقضاء على الأمية بينكم يعني، أو بين الشباب. في كمان معدل البطالة بين الشباب 25%. هو الشاب النهاردة لسه مستني الوظيفة أو التعيين الحكومي، ولا هو يفكر أنه يجرب رزقه، ياخد فرصة، يعمل مشروع؟ هل أحلامكم مرتبطة بالحكومة؟ يعني ينفع الحكومة هي اللي تحقق أحلامكم، ولا الشاب منه لنفسه يحقق أحلامه؟ لا، أنا حلمي مش متعلق بالحكومة خالص. أنا حلمي أن أنا أكون من المؤثرين في المجتمع زي دكتور وين فيه. حاجة مش هستنى الحكومة أنها تعمل لي حاجة، هو أنا اللي ممكن بعد كده أنا اللي أعمل حاجة أشغل فيها الشباب أو أشتغل أنا فيها. مش لازم ان انا استنى الحكومه ان هي تجيب لي الوظيفه او تجيب لي الوظيفه ان هي لحد عندي يعني. عايز ارجع عليكم كبنات، هو حلم الامومه وان انا اكون بيت ده بقى حلم متلاشي بينكم؟ يعني البنات ما بيفكروش في انهم يتجوزوا ويستقروا ويخلفوا اولاد؟ يعني ده كان في بنات في اجيال سابقه بيفكروا كده. مين يجاوبني؟ كل بنت دلوقتي عايزه ان هي تحقق ذاتها، تحقق المجال اللي هي نفسها تبقى فيه ناجحه. يعني حلم الامومه تراجع وتكوين الاسره؟ مش تراجع، بس ما بقاش زي زمان، او ان خلاص بقت البنت عايزه تتجوز تقعد في البيت تكون اسره وبس. يعني انا مثلا نفسي ابقى ضابط شرطه وبعدها عايزه ابقى وزيره، فمش يعني مش ده بس هدفي في الحياه. ايه اللي يمنع ان انا اجمع بين طموحي واكون اسره؟ اتفضلي. ما اعتقدش تماما ان ده حلم تلاشى، لا موجود، بس يمكن احنا دلوقتي بقينا نفكر فيها بشكل مترتب. يعني اخلص دراسه اقف على رجلي وبعد كده ابتدي اكون اسره. طيب مين اللي بيحلم يكون رئيس جمهوريه؟ انا في يوم حلمت ان اكون رئيس جمهوريه عادي، ما فيش مشكله، بس ساعات بقعد مع نفسي كده اقول انا ليه ما بقاش رئيس جمهوريه، انا قليل في مثلا ما انا دماغي حلوه ومثلا بدرس في كليه كويسه وعندي الامكانيات بالدراسه والتعليميه والتعليم الوقت بقى اكتر. طيب تعالى ندي لك منصب، انت رئيس جمهوريه مصر لمده دقيقه، هتعمل ايه؟ اولا هدي نصيحه للشعب كله، ان الناس اولا تحب بعض، بعد كده وكل واحد يتقن الحاجه اللي هو بيعملها في شغله ويبقى ناجح في مجاله. طب ده هتعمله ازاي؟ يعني هتقول لي شباب تكونوا العمل او كده؟ هبدا اوفر لهم الحاجات المناسبه انهم يبقوا ناجحين في مجالهم، عشان ما حدش بعد كده يجي يقول لي انت قصرت معايا، انت ما ادتنيش الامكانيات ان انا بناجح.
هديله الفرص والامكانيات. مين عايز يبقى رئيس جمهورية لمدة دقيقة ويقول لي فكرة؟ ماشي اتفضلي. أنا أول حاجة أهتم بيها التعليم في مصر، لأن التعليم هو اللي بيعتمد عليه كل حاجة، بيعتمد عليه الصحة، بيعتمد عليه الفساد اللي موجود في البلد، بيعتمد عليه كل حاجة في البلد. وأعتقد البلد دلوقتي بدأت تهتم بالتعليم والصحة فعلا. مين منكم يا شباب ما معهوش تليفون محمول؟ كلكم. طب تعالوا نشوف التقرير ده عن المحمول بين الشباب. أنا معايا تليفونين، واحد بستخدمه مكالمات بس وواحد بستخدمه نت وكده وبعرف منه الأخبار وكده. تليفون كبير ده اللي هو التاتش العادي اللي الناس كلها ماشية بيه، في تليفون صغير كده حاطط في خط تاني. الحقيقة معايا تليفون واحد. معايا اتنين. معايا تليفون واحد. هو تليفون واحد بس. معايا تليفونين. أنا معايا واحد، موبايل واحد. عندي اتنين. في الشهر يبقى 200 و200. ممكن الاتنين ممكن 500 جنيه. يعني ممكن 600 جنيه مش هتعديها يعني. 600 جنيه في الشهر. على التليفونات كمكالمات وانترنت. انا عاملها 130 بالنت بكله بقى يعني. يعني في الشهر كده قولي 100 جنيه او 150 جنيه بس باقه. مكالمات 200 جنيه. بصرف عليهم حوالي 140 جنيه في الشهر. 100-150 جنيه مصر. متوسط 250 جنيه على التليفون. مش بعض يعني يوميا، ممكن هو يوم في الاسبوع بنتجمع مثلا مع صحابي وكده، فممكن بنصرف مثلا بتاع مثلا 100 جنيه مثلا اكل وكشرب مثلا كده. مثلا ممكن 100 جنيه في اليوم، اقعد في كافيه في اليوم ممكن 100 جنيه. عموما لما بيكون وقت الراحه في الشغل بننزل نقعد على كافيه او حاجه والقهوه طبعا ساعه المطوش 300 جنيه مثلا 400 جنيه. لو بقعد كل يوم اخش لها في 1000 جنيه. طب ما الدنيا مبشبشه معاكم يا شباب، وبيكلموا كل واحد معاه تليفونين محمول، وغير ان هو بيطلع يقعد على القهوه، واللي بيصرف 100 و140 جنيه وحاجات كده. مين من اللي قاعدين معاه تليفونين محمول؟ خطين مفيش. كله انت. انا معايا تليفونين، تليفون مكالمات بس مش تاتش ولا حاجه، وتليفون تاتش للمكالمات مثلا عشان التاتش ساعات بيفصل مني، مثلا بفتح نت كتير داتا كتير واي فاي، فبالتالي البطاريه بتخلص، فانا بستخدم التاني مكالمات بس بحيث ان هو يطول يجيب اليوم للاخر. يعني بفضل طول النهار في الجامعه، فانا بضطر ان احتاج التليفون. محتاج. بتصرف عليهم قد ايه؟ يعني 200 جنيه في الشهر وواي فاي بقى وكده. مصروفك قد ايه؟ ما يعني 500 جنيه مثلا. 500 تصرف لهم 200؟ في البنات معاهم خطين؟ اه طبعا. انتوا قلتوا لي مفيش حد منكم ما معوش موبايل، انا معاكم. تعالوا نطلع نسمع راي الشارع في الحلم. الشارع بيحلم بايه؟ بتحلم بايه لنفسك ولبلدك؟ بحلم لنفسي ان انا ابقى حاجه كويسه اشرف اهلي وكده، والبلد ما يكونش فيها قتل، حتى نعيش زي زمان. حتى انا بعمل ماجستير وعايزه اخلصه واعمل دكتوراه وهكذا. والبلدك؟ لما اكون بدرس في جامعه هكون قادره ان انا اطلع الجيل تحت ايدي، جيل واعي، جيل فاهم حقوقه. نفسي اكون دكتوره، يعني في الاول معيده بعد كده دكتوره، ويعني النوليدج اللي عندي اوصلها لناس كتير وتفرق معاهم ويبقى فاكريني وكده، وابقى عملت حاجه يعني وطلعت ناس عندهم نوليدج حلوه. يعني نفسي اكون بدبلش حاجه في ديزني. اهم حاجه طبعا انا بحلم لبلدنا، وبحلم ان مصر يعني فعلا تتقدم. نفسي اسافر كذا بلد واتعرف على كالتشرز مختلفه. انا بحلم لنفسي بس. نسيتي حلمي وخلاص. شايف نفسك فين كمان 10 سنين بالظبط؟ ليه؟ احمل وطن حتى، ويوم ما هموت هموت شهيد، دي كفايه لوحدها. هو يعني باذن الله بعد 10 سنين دي اكون يعني دكتوره في الجامعه او استاذ دكتور، يعني هو ده حلمي بصراحه. يعني اشتغل ممكن في الهندسه او في حاجه في الاقتصاد في وزاره معينه، ان انا افيد البلد بطريقه معينه، بس مش حاجه معينه يعني. شايفه نفسي من كام 10 سنين؟ اكون في بيتي طبعا. اكون في انا قلقانه على البلد. لا يا ست رايحه على اليمين مش الشمال، اصل انا شغله فالشمال هي حاضر.
لو لا قدر الله حصل وبقيتي مسؤوله عن الشباب في مصر هتعملي لهم ايه؟ لا قدر الله. بس لا بجد يعني انا هوعيهم، هوريهم ان كل واحد فيه جواه طاقه مش عند حد تاني، كل واحد جواه تالنت مش عند اي حد تاني. هخليهم فهم لما يثقوا في نفسهم وفعلا يحبوا نفسهم هيدوا حاجه للمجتمع. يكون في مجالس او لجان معينه في وزاره الشباب او في وزارات مختلفه تخلي المواطن يقول رايه في البلد دي، وفعلا يكون ليه دور مهم في تطور البلد. كل واحد فينا مخلوق عشان يعمل حاجه، هخليهم يكتشفوا ده ويعملوه ويطلعوا البلد لمكان احسن. همنع ايه؟ هو يعني مش فاهمه سؤالك. انت مش لازم تمنعيهم، انت ممكن تساعديهم. عارفه مواركي اللي اخترعها على الفيسبوك؟ اه اكيد. ايه اللي يفرقوا عن الشباب هنا في مصر؟ هو حقق حاجه وصبر لحد ما وصل للتارجت اللي هو عايز يوصله، عكس الناس دلوقتي ما بتبدا اي بروجكت صغير وتقول لك انا ما نجحتش فخلاص. لا هو يفرق عن شباب كتير، مش شباب اللي في مصر بس، يفرق اللي هو في بلد بره. لكن احنا عندنا نفس القدرات ونفس عندك كل حاجه، بس ما فيش حد بيساعد. مهم جدا ان الشاب المصري يكون عنده العزيمه ان هو يطور من فكرته ويكون واثق في نفسه وفي قدراته، لان يعني اعتقد مارك زوكربيرج كان كده. شايفه ان الشباب هنا في مصر يقدر يحقق حلمه بسهوله؟ اللي عايز يعمل حاجه يعملها، وفي ناس كتير ناجحه وفي ناس كتير قادره توصل. هو مشكلتنا ان احنا ما فيش صبر ابدا، دايما متسرعين على كل حاجه وبسرعه بسرعه، والحاجه لو ما جاتش خلاص. اعتقد الامكانيات للاسف يعني التعليم مش احسن حاجه، الفرص العمل مش متاحه، فبالتالي الحاجات دي لما تتيح للشباب هيقدروا يعني يطلعوا شغل احسن. اكتر حاجه بحسها في الشباب بتاعتنا ان هي زي ما بقول لك هم مش عارفين هم يقدروا يعملوا ايه. والله احنا الناس كويسين، بس مفيش حد مدينا فرصه. جزء من احلام الشباب شايف في مصر، شايف في بكره، عايزين يعملوا حاجه للبلد. بس في احد الشباب زميلتي سهى رضا بتساله، طب ليه ما بتفكرش تبقى زي مؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرج؟ قال لك ده بيحصل بره، ما ينفعش هنا في بلدنا. في حد منكم حلم عالمي كده، اعمل تطبيق استفيد من الانترنت، ولا احنا كاشين وخايفين؟ شباب مصري يقدروا يعملوا حاجات كتير. كل الشباب مش شايفه كده، لان هو شايف ان الانسان لما بيطلع بره، او ان الشاب لما بيطلع بره لو عنده فكره جديده ونفذها بره هتنجح اكتر، غير في بلده هنا مفيش. ليه؟ مثلا يعني ايه اللي بره مختلف عن مصر؟ على الاقل خالص، على الاقل خالص زي اللي احنا شايفينه. يعني مثلا لو احنا شايفين في كل المجالات، احنا شايفين مثلا محمد صلاح ما كانش نافع هنا في الكوره، او ما قبلوهوش مثلا في الكوره، لما طلع بره دلوقتي العالم كله بيتكلم باسم محمد صلاح. فلو بصيت في كل المجالات، او في الهندسه او في الطب او غير ذلك، هتلاقي في كل المجالات كده برضه انسان ناجح عنده فكره جديده عايز ينفذها، بس ما بيلاقيش اللي يعينه، ما بيلاقيش اللي ينمي القدرات بتاعته دي هنا. لكن لما بيطلع بره بيلاقي اللي يستغله، او ان هو يتبناه، فبيعرف يحقق كل الاحلام اللي هو بيعرف يعمل عايز. بس يا شباب، البلد ما بتطلعش وبتحقق مستقبلها الا بشبابها. لازم تعفروا في البلد. يعني انا من جيل قاعد يعافر عشان يبقى صحفي وجاي من الاقاليم ويبقى مذيع. يعني الواحد بيعافر، مش ان حد يقول لك لا ويلغي حلمك فانت تستسلم. اه في ناس كتيره قفل الدنيا في وش، بس صبرت اصبر لحد ما توصل. فانا عايز ده يبقى جواك اصرار، بس فكره بره افضل بيحقق لي. متفق معاك جزئيا، يعني في حته انا شايفه ان احنا اكتر حاجه بقينا محتاجينها الفتره دي بجد زياده وعي الاطفال او الاندر ايدج. بقى في مثلا كميه ابلكيشن على السوشيال ميديا زي ميوزيكلي او كده، بقى بيجيب لايكات كتير وحاجات كتير، اللي هم الشباب الموضوع بقى بالنسبه لهم مش حاجه مفيده خالص. يعني السوشيال ميديا ما بقاش مجال ان احنا ممكن نفيد بعض، فليه ما نخليش السوشيال ميديا دي حاجه نفيد بيها بعض؟ احلموا، علشان الحلم اجمل حاجه في حياتك كانسان. اللي يفرق بينه وبين الانسان الميت هو الحلم، بس الحلم لازم يبقى فيه خطوات علشان اقدر احققه، والا يتحول لامنيه. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل لقاءنا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، ونسأله عن حلمه كان إيه وهو شاب، وهو لا يزال شاب برضه. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،
بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان عام 1989 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، ثم ماجستير في العلاقات العامة والإدارة الرياضية، ثم دكتوراه الإدارة الرياضية من جامعتي حلوان وآتو الكندية، ولعب صبحي الكاراتيه وحصل على بطولة الجمهورية للكاراتيه والحزام الأسود، ثم عمل سكرتيراً عاماً لمنطقة الجيزة للكاراتيه خلال الفترة من 1994 وحتى 1997. عين الدكتور أشرف صبحي وزيراً لحقيبة الشباب والرياضة منتصف يونيو 2018 خلفاً للوزير السابق المهندس خالد عبد العزيز. بدأ صبحي حياته المهنية في قسم العلاقات العامة بنادي الزمالك، ثم انتقل للعمل في مجال التسويق والاستثمار بوكالة الأهرام، وشغل صبحي عدة مناصب أبرزها رئيس هيئة استاد القاهرة، ونجح وقتها في تحويله لمنشأة استثمارية، وعين نائباً لوزير الرياضة السابق المهندس خالد عبد العزيز في أغسطس 2014، إلا أنه استقال منها مارس 2016، ووافق مجلس الوزراء على الاستقالة رسمياً إبريل 2016، ليعود إلى العمل في نادي الزمالك مرة أخرى في مايو 2017 مديراً عاماً للتسويق والاستثمار بالنادي. أن تكون وزيراً للشباب والرياضة في مصر، فأنت مسؤول عن أحلام 65 مليون مواطن مصر، اللي هو تعداد شباب مصر. حلقتنا النهاردة عن الحلم، وسألنا قبل الفاصل الشباب اللي معانا في الاستوديو عن أحلامهم إيه. تعال نروح للوزير اللي هنعلق في رقبته النهاردة أحلام شباب مصر. ضيف النهاردة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. بشكرك على وجودك النهاردة دكتور أشرف، وعايز أسألك يعني حلمك كان إيه وإنت لسه في بواكير الشباب كده شاب صغير؟ هو أنا عايز بس أعمل تقديم صغير. أنا بشكر حضرتك أستاذ محمد على إن أنا موجود مع حضرتك، وأنا أستاذ في الجامعة، يعني الأساس بتاعي يعني الأعمال المهنية بتكون تطبيق للي أنا تخصصي يعني. فصادفت إن كان ليك حضرتك برنامج في الراديو تقريبا من 3 ل 4 او 4 ل 5 العصر، وانا استاذ في جامعه حلوان بس كنت بعمل انتداب في جامعه المنصوره، فكنت يوم في الاسبوع، فكنت لازم اركب العربيه في التوقيت ان انا اخد جزء كبير من الحلقه بتاعتي من الحلقه. ما كنتش عارف حضرتك بصراحه، يعني عدم علميه مني يعني، بس كنت بتمتع جدا وما شفتش حضرتك، كنت بدور اسيرش على حضرتك يعني عشان اركب الصوت مع الصوره. لكن حجم طلاقة الكلام، حجم الموضوعات، التعامل معها بشكل بسيط كان عاجبني جدا. ليه احنا موجودين وليه انا موجود؟ اولا احنا وزارة الشباب والرياضة قبل الحلم كان لازم ان احنا نكون بشكل تفاعلي، نحلم اكتر ازاي نكون مع الشباب. مع الشباب دي في طرق كتير، لكن الابديت للشباب هو بيهتم جدا باعلام غير الاعلام، براي غير الراي، بطريقه واسلوب حياه مختلف شويه. كمان يعني احنا في حاجه في الاداره والمانجمنت بنسميها ثينكينج ديزاين. ثينكينج ديزاين يعني بتخطط لاسلوب التفكير. فتخطيط لاسلوب التفكير وزارة الشباب والرياضة كمان فيها طاقات وفيها بصراحة يعني خبرات كبيرة جدا. بس واحدة من ضمن الحاجات، طب ليه احنا ما نرعاش برامج ناجحة ومن خلال البرامج ان احنا نتحرك ونروح للشباب ونشوف الرأي بتاعهم، وكمان يبقى فيه تفاعل، والتفاعل ده ما بين في الإعلام الماس كوميونيكيشنز اللي هي البرامج اللي احنا فيها تنتشر لأكبر مدى، لكن الأصل بتاعها هي بترتبط بالسوشيال ميديا. يعني كل شاب بيتكلم هو شايف نفسه، فهيتواصل ويتم التواصل، هيكون في حالة إيجابية ما بين وزارة الشباب والرياضة اللي هي ممثلة الحكومة المصرية في قطاع الشباب وما بين الشباب بشكل عملي كبير، بشكل فيه مصداقية، ما فيش فيه رتوش أو فيه مجاملة. ده يعمل لنا كمان يعني سيرفي او دراسه مسحيه او تعرف على
افكار شباب مصر ايه علشان نعرف نعمل برامجنا مرتبطه بيها. حضرتك هنا بتتكلم على التواصل اللي كان بينه وبين حضرتك لاخراج برنامج للشباب واللي كان نتيجته هو اتكلم براحتك. هو ده بالظبط. فاحنا اللي سعينا لحضرتك شويه. العفو. واحنا يعني الاداره المركزيه والدكتوره امل وبنقاش برين ستورمينج يعني. فكان لازم نفكر بشكل كبير على طريقه العمل البرامج زي كده. برنامج زي اتكلم براحتك وزاره شباب والرياضه بترعاه بهدف 1 2 3 التعرف على طريقه تفكير الشباب، الاقتراب بشكل اكثر للشباب بمنطقيه، احنا نصدق وهو يصدق، احنا نصدق ان اللي بيقوله الشباب هو ده منه، مش يعني مملى عليه او تاثير غير مباشر من السوشيال ميديا، مش كله يعني معروف بشكل الفاليديتي او المصداقيه بتاعتها. احنا كمان نصدق وانت كمان تصدق ان في محاولات كتيره جدا جدا ومباشره ان احنا نكون موجودين معاك. الجهد الحكومي وجهد الشباب اكيد احنا مع الدوله، ان احنا ما حدش عايز ما يعيش كويس، ما حدش عايز الدوله ما تبقاش متقدمة زي ما هي بتجري وبتتحرك. كلكم شفتوا مؤتمرات الشباب، أحد هذه المؤتمرات في توصياته وسيادة الرئيس وهو بيتكلم إن إحنا عايزين استراتيجية بناء الإنسان. ما هو الإنسان ده هو مراحل عمرية يعني مختلفة، وكل مرحلة ليها دور، كلنا بنكون موجودين بنتعايش مع هذا الدور أو بنعيش فيه. فبالتالي بناء الإنسان ده إحنا مقتنعين من خلال الوزارة، زي ما التربويين بيقولوا، بدني ونفسي وعقلي واجتماعي. فبالتالي لازم كل المتغيرات دي وللأمانة الوزارة عاملة شغل وجهد كبير إن شاء الله. وده هيبان في حواري مع حضرتك. وارجع لسؤالي الأول، كنت بتحلم بإيه وانت لسه في الجامعة وبعد الجامعة بكام سنة؟ أحلم أكون مميز في اللي بعمله مهما كان. ما كانش عندي، لكن ما حلمتش حاجة معينة خالص. هل حلمك كنت تبقى وزير شباب؟ لا لا، أنا يعني حلمي دايما إن أنا أكون اللي بعمله واتيفري أحسن حد بيعمله. طب انا بقى عايز افاجئ حضرتك، عندنا مهند هنا عايز يبقى وزير شباب ورياضه. يا ريت. فين؟ ارفع ايدك. مش عايز ابقى وزير شباب كمنصب، انا عايز اللي هو احقق طموح الشباب. يعني اذا عرفت احققها من بره المنصب مفيش مشكله، بس هو ده المقصد. انا عندي قصه صغيره. في شاب معانا في الوزاره وهو يعني قبل ما اتخرج كان عمل برنامج، وانا يعني خلصت مساعد وزير ورجعت في الجامعه يعني. فهو عمل موضوع في جامعة القاهرة وهو طالب يعني، عمله اسمه How to Be. فجابني وجاب شاب رجل عمل ناجح يعني، يعني تكلموا عن نفسكم للطلبة يعني. فهو لما قدم نفسه قال أنا عايز أكون وزير شباب ورياضة. هو كان في سنة نهائي لسانس حقوق. أنا لما حصل لي نصيب وجبت وبقيت موجود عملت برنامج اسمه شباب يدير للشباب. فمجموعة من الشباب المميزة بتيجي بتفكر معانا، كل واحد في تخصصه. احنا معانا حوالي 5 لكن هم منطلقين على المجتمع، فبيفكروا بيعملوا برامج هم بينفذوها. وبنحط البرامج دي، بنراجع فيها البرامج في البرامج التنفيذية في الوزارات، بنغير بناء على تفكيرهم او بيعمل لنا برامج جديد بيعملوا لنا. اول واحد فكرت فيه انا ما اعرفوش قبل كده هو الشاب ده اللي قال انا عايز ابقى وزير شباب ورياضة. فقلت له تعالى بقى يعني فكر. مهند ليه فرصة معانا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. فتعالى وفكر، بس اكيد لو انت ما عندكش الفاليو ادد والقيمه بتاعتك اللي هي بتميزك عشان تقول الفكر ده، حد تاني هيكون موجود مكانك، وده مهم جدا تعرف ده. علشان الشباب دول يحققوا احلامهم نقول لهم ايه؟ يتعلم كويس جدا جدا اللي عايز يعرفه، ويتميز جدا في المهنه اللي عايز يشتغلها. يعني حتى لو دخل كليه مش يعني باللغة السهلة على هواه يعني، ودرس موضوع ما كانش عايز يدرسه، إيه اللي يمنعك إنك أنت تاخد كورسات في موضوع تاني أنت عايز تدرسه؟ حقق ذاتك فيه وخليك فيه مميز جدا 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 جدا، وانطلق في اللي أنت بتعمله مع المجتمع، وإرادتك هي اللي تقول هتكمل إيه وإمتى وإمتى تعمل إكزيت، خروج من اللي أنت بتعمله عشان مش محقق نجاح. فبالتالي مرتبط بالقرار، قرار توقيته مهم جدا. طب وزير شباب مصر هو مسؤول عن احلام الشباب ولا يقدم لهم الوسيله اللي تساعدهم؟ لا لا، تحقيق المناخ الجيد علشان كل واحد يبرز ذاته. يعني انا مش مع مدرسه ان انا تاني تتوظف ولازم تتوظف في الحكومه. سمعت مقتطفات فاخدت متوسط من بعض الاستجابات يعني.
لا احنا نعمل برامج كتيره جدا لتطوير قدرات الشباب كتيره جدا، وبنتعاون مع جهات غربيه كتير. اللي عايز يتعلم حاجه يتعلمها، يعني في برنامج اسمه مشواري بنعلم حرف مهنيه للبكالوريوسات كمان يعني. طور وغير مع جهه برضو اخرى داعمه معانا، بندي مهارات في كل حاجه تتعلم مهارات. انت خريج حقوق تعالى اتعلم حاجه في البروجرامنج، تعالى اتعلم حاجه في المهارات الحياتيه اللي موجوده، ازاي تعمل ستارت اب، ازاي تنشئ مشروعك. في شاب هو كان وهو بيتكلم قال حاجه وبعدين نفسيا رجع فيها من اللي بيتكلمه، قال رجل اعمال وبعدين هيزيتيتد رجع تاني حس ان هو تسرع، وبعدين حضرتك سالته طب انت بتشتغل ايه، الجرأه النفسيه ما خرجتش. مين اللي عاوز كان يبقى رجل اعمال ورجع في كلامه؟ ايوه، فهيزيتيتد وبعدين حتى ما قالش الموضوع ايه ما بين التغذيه وما بين الحاجات الصحيه. فبالتالي ده يديني انطباع على طول انك انت مش واثق من اللي انت بتقوله. انا بقول لك يبقى عشان تحقق حلمك لازم تكون واثق. هتحقق حلمك ازاي؟ فبالتالي انت بتبقى شايف انت عايز ايه، وما تجرحش حد وما تجرحش مجتمعك، بس اتعلم كويس ان انت تعمله. وبعدين زي بالظبط اللي عايز يبقى اول دفعته في مجاله، ما هو انت هتبقى اول دفعتك وانت يعني قاعد في الكافي طول اليوم ولا قاعد على الموبايل، ولا هتبقى اول دفعتك انك انت بتروح مكتبات وبتبحث وبتحرم نفسك لمده 4 سنين لو هو بكالوريوس. يعني خطوات لازم تتحط علشان احقق، بتبذل فيها جهدك للفتره دي. يعني الطالب في الجامعه هو بيقول انا طالب في الجامعه هركز جدا فيها، بس عايز اتعلم حاجه معاه. واحد يقول انا عايز ابقى او مثلا في الهدف يعني اول دفعتي وابقى معيد، وحد بيقول الدوله تدي منح، ما هو انت هتبقى يعني مميز في علمك فهتبقى في ستاف جامعه حكوميه، يعني احنا بنتكلم على الحكومه، في بعثات بتيجي والتخصصات موجوده. انما انت ما كنتش متفوق ما ابرزتش، مين اللي هيديك البعثه؟ فبالتالي بتحدد. واحد تاني يقول انا عايز اخلص البكالوريوس او الليسانس لكن انا عايز اتعلم حاجه تاني واشتغل مع ده، ان ايكول كلنا اشتغلنا، انا قلت في برامج كتيره كده يعني، فكل واحد ممكن ده يعني يشتغل واعمل اللي انت عايزه، لانك انت استهدافك مش شرط تبقى متفوق في الماده العلميه اللي انت فيها لكن تتعلمها كويس، لكن انت عايز تشتغل جنبها حاجه علشان يبقى معاك المؤهل العالي بتاعك وتشتغل. حضرتك كده بتتكلم على دورك كوزير شباب، تهيئه المناخ للشباب علشان صحيح. يقدر. طيب في قطاع من الشباب محبط معالي الوزير، صحيح، وانت وزير للشباب، ده حضرتك بتتعامل مع احباط الشباب ازاي؟ بص حضرتك، هو يعني برنامج اللي حضرتك بتقوله ده احد وسائل التواصل ان انا بعالج الاحباط، ان احنا بنشوف بعض كويس. لما بنروح المحافظات بنلف كتير علشان انا بتكلم عليا انا، لكن الدوله كلها بتشتغل على الشباب. صحيح. يعني القياده السياسيه موجوده على طول بدليل مؤتمرات على طول للتلاقي المباشر وسرعه التنفيذ في كل التوصيات اللي موجوده. ده مهم جدا مع كل الحراك. فبالتالي في تخصصنا احنا في شغلنا احنا اكيد اكيد لما بنشتغل على الشباب بنعرفه عشان لما تبقى عارف مش هتحبط. يعني عندنا حاجه اسمها بنك التوظيف مع احد البرامج اللي بتحط شركات بتيجي مهنيه وشركات عاديه وكمان على المواقع اونلاين. ده انا كنت هسال حضرتك على البطاله، يعني اي شاب عنده مؤهل يقدر يدخل على موقع وزاره الشباب والرياضه؟ بنوجد الفرص من خلال الشركات لكن ما بنوظفش، وبرده قطاع خاص بنوجد الفرص، فبنعمل بنك التوظيف بتيجي. يعني انا مره كنت عملت واحد في مركز شباب الجزيره، فالشركات اللي موجوده من بنك التوظيف حاجات مهنيه كتير. ده كلام مهم يا شباب، اللي بيبحث عن وظيفه وزاره الشباب بتوفرها من خلال مشروع بنك التوظيف. الوزاره ما بتوظفش بس بتقول لك المكان الفلاني فيه وظيفه فلانيه. وبنعمل احنا وفي جهات تانية كتير، يعني وزاره القوى العامله بتعمل، وزاره الاستثمار بتعمل، يعني صحيح. لان احنا يعني المساحه عريضه جدا كلنا بنشتغل فيها. ماذا ينقل شباب مصر؟ ده اللي حضرتك تعرفه من خلال جولاتك. لا، هو شباب مصر اصبح اكثر تحررا وابتكاراته اكتر ومنفتح على العالم، منفتح داخليا، وفي وزع وطني بصراحه يعني ظهر في التقارير وكلامهم بيتكلموا عن البلد، موجود وعن البلد كويس، وشايفين ان في مشروعات قوميه كتيره حاسسها وشايفها، و يعني احنا كمان بنوفر ان هو
يعني امتى يبقى ليه دور، فاحنا بنبحث على انت ازاي تبقى ليك دور. مراكز الشباب حضرتك عايز تطورها، هتبقى بفلوس كتيره للشاب اللي عايز يدخل المركز؟ لا، هي مراكز الشباب احنا اولا عايزين نطورها وعايزين نخليها فيها انشطه كتير. يعني احنا مش استهدافنا بس اصل حضرتك قرينا ان حضرتك عايز تحولها لمنشات استثماريه اقتصاديه. الفرق اقتصاديه عن الاستثماريه في ايه؟ اقتصاديه ان احنا مش هنقدر نعمل حمام سباحه على فتره زمنيه سريعه دلوقتي، فبدأنا نفتح دوت للقطاع الخاص، والقطاع الخاص بدأ الولاد والشباب يعملوا شركات ويدخلوا المزايدات ديت وياخد، وعملنا تقنين يعني هما يبقوا موجودين. طب ما تذكرة الدخول هتبقى غالية كده؟ لا، التذكرة الدخول مش غالية ولا حاجة، لأنه كمان اللي بيعمل بيبيع السلعة على حسب المكان اللي هو فيه، يعني على قد الخدمة اللي هو فيه. فالشباب بيبقى عارف كويس جدا، يعني لما بقى فيه مدرسة كاراتيه في مركز شباب في قرية غير مدرسة كاراتيه في مركز شباب كبير في مدينة، هنا بيبقى عرض وطلب موجود، لكن هي اقتصادية لأن احنا بنعمل يعني سقف للحاجات ديت، لأن لازم أو الخدمة تبقى كويسة لما بيكون ليها يعني تحس إن هو ليها جزء اقتصادي يغطي تكلفتها. طب عفوا، أي مجموعة شباب ليهم خبرة في المجال ده يقدروا يكونوا شركة؟ لا طبعا. ويجوا يقولوا ليه وزير الشباب والرياضة ادينا مركز نطوره اقتصاديا؟ اه طبعا. ويعود عليهم بعائد مالي مقابل لده. ايه بقى مقابل لده؟ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيدي قروض، وقروض يعني بالنسبة لكلمة قرض ده لا يعتد بيه قرض، فبالتالي انت معكش الفلوس انك انت تعمل ده، بتاخد لان هو الفيزابيليتي كمان بيساعدك على انك انت تعمل دراسة الجدوى. يعني كمان البنك المركزي المصري مخصص نفس الحكاية، لانها كلها قروض متنازلة. يعني متنازلة يعني أي قرض تاخده على عدد السنوات بيكون مركب وبيزيد، هنا القرض بيكون متنازل يعني بينزل بيقل، فبالتالي هو مش عيب عليك، هو مساعدة. هنطلع بس نشوف تقرير من الشارع ونرجع لحضرتك. حصلت مصر على فرصة تنظيم كأس الأمم الإفريقية بعد اعتذار المغرب، لكننا في مصر كشعب نطمح في أكثر من التنظيم الرائع، نطمح في حلم البطولة، فهل نستطيع أن نفعلها؟ والله نقول يا رب كده مصر تاخد كأس الأمم السنة دي. يعني إحنا عندنا في لعيبة كويسة، وعندنا في يعني إداريات كويسة، يعني قصة توفيق وتركيز إن شاء الله. أعتقد إن إحنا هنكسب كأس الأمم الأفريقية عشان إحنا عندنا لعيبة كويسة. أنا شايف إن مصر مش هتفوز بكأس الأمم الأفريقية بسبب إن محمد صلاح ما فيش حد بيساعده، ومحمد صلاح لازم في أقرب وقت وفي أقرب فرصة إن هم يدربوا حد كويس إن هو يساعده في الملعب. أنا شايف إن إحنا هنفوز يعني إن شاء الله، يعني المنتخب هيعمل حاجة كويسة ونحاول نراضي الشعب عن اللي إحنا عملناه في كأس العالم، وهنقدم حاجة كويسة إن شاء الله. لا، أنا مش شايف إن إحنا هنفوز بكأس الأمم. أنا شايف إن مصر ممكن تفوز أو ممكن لأ، في ظل الفرق الجامدة ديت اللي هي طبعا السنغال ونيجيريا والكاميرون. اعتقد ان احنا هنفوز طول ما ابو مكه موجود، مفيش حاجه بعيدة عن ربنا، يعني اللعيبه كلها تأدي بس برجولها والدنيا تبقى تمام. المطلوب من اللعيبه ان هم يعني يبقى عندهم روح ويقاتلوا على البطوله، والمدرب بس يعني يبقى موفق في اختيار اللعيبه مش اكتر. مطلوب طبعا من اللعيبه ان هم يجتهدوا ويظبطوا نفسهم، وباذن الله يظبطوا للجميع وللعالم كله ان هم يقدروا، ان شاء الله هيقدروا. انا شايف ان اللعيبه مطلوب منها ان هي تيجي على نفسها شويه، وكده كده ان شاء الله احنا هنكسب. بخصوص التنظيم، هو كابتن محمد فضل وعد السنه دي ان شاء الله ان هو هيكون نسخه مميزه جدا على المستوى الافريقي وكمان على مستوى التنظيم المحلي في مصر. انا شايف مصر قد التنظيم على مستوى الدولي، قد التنظيم على الملاعب الكويسه والاهتمام دوت هتبقى قديه. التنظيم هيطلع بشكل كويس، واحنا ان شاء الله هنشوف مصر في العالم كله. اتمنى ان التنظيم يمر بسلام، بس احنا مش هنقدر، واللي يشهد على كده ماتش الاهلي والزمالك، شويه مطر بهدلوا الدنيا، وماتش خرج بصوره مش كويسه. قد التنظيم ان شاء الله. هيبقى من احسن تنظيمات كاس الامم الافريقيه في اخر نسخ. حلم المصريين هو الفوز ببطولة كأس أفريقيا، إيه رأيك يا معالي الوزير؟ حلم المصريين الفوز ده مهم جدا، لأن مهم جدا، الكلام ده مش إنشائي، يعني إن سقفك يكون عالي. ليه ما نحلمش إن إحنا نعمل إنفراستراكشر نكملها علشان بعد 2030، لأن هي دي
محجوزة قمم، يعني في كاس عالم وفي أولمبيكس، دول أكبر قمتين. بعد 2030 و2032 ليه ما يكونش مناسبين إن إحنا نترشح ونقدم نفسنا؟ وجهز المعطيات بتاعت الانفراستراكشر، السادات وأبنية للحاجات دي. طب إحنا عندنا مقاومات كتيرة جداً، طب كلام يتحقق في إيه؟ لما في 3 أيام مصر قدمت الكاس أفريقيا، إحنا عندنا انفراستراكشرز تقدر بيها، بنية تحتية، بنية تحتية. فبالتالي يعني حطيت وقلت فخلاص خدت، لأن إحنا مصدقين مع الوزير، مع احترام للبنية التحتية، الشعب عايز يطمن من حضرتك هنفوز بكاس أفريقيا. نحلم بده، بس برضو كلامي عشان بخاطب شباب يعني. الموضوع مقسوم لحاجتين، إذا نظمت كويس جدا والفرقة مش عالية يعني مش هنبقى مبسوطين كمصريين. صحيح. وإذا عندك فرقة عالية جدا والتنظيم كان مش حلو برضو المجمل، فأنت شايل الشيلة باكج، لازم الاثنين. فرقة كويسة جدا وتصعد للنهائي، النهائي بقى ده بتاع ربنا، فيبقى طب متفائل نوصل للنهائي إن شاء الله؟ إن شاء الله متفائل. طيب عندي سؤالين من 2 من نقادنا الرياضيين بيوجهوا لحضرتك، نطلع نشوف أول سؤال. في البداية طبعا أرحب وبحيي الأستاذ محمد علي خير وإن شاء الله بالتوفيق دائما. ثانيا برحب بمعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، أمنياتنا ليك بالتوفيق المرحلة القادمة إن شاء الله. عندي سؤالين لمعالي الوزير. السؤال الأول، يعني يمكن أنا كمان كنت يعني موجود مع حضرتك في التجربة لما كنت رئيسا لهيئة استاد القاهرة. عندنا مشكلة كبيرة جدا، كل شوية تطوير للسادات، تطوير للملاعب، تطوير لأرضيات الملاعب. يعني يمكن بداية من 97 كأس العالم للناشئين في مصر، ثم مرورا بكأس الأمم الأفريقية 2006، ثم كأس العالم للشباب 2009. كل دي مراحل تم تطوير فيها الملاعب والسادات، ولكن للأسف دايما بنرجع لنقطة الصفر. أرضيات الملاعب زي ما حضرتك شايف ومتابع هي الأسوأ، رغم أن في دول مناخها شبيه بينا، لكن بنبص على أرضيات الملاعب كويسة جدا. ما هي الضمانات أن بعد التطوير الأخير اللي بيحصل دلوقتي حاليا استعدادا لأمم أفريقيا 2019، أن الملاعب دي يتم صيانتها بشكل دوري وصيانتها بشركات عالمية، بحيث ان احنا ما نكلفش تاني، لان انا عارف ان في دلوقتي تعاقد مع شركات عالمية للارضيات الملاعب دي. ايه الضمانات صيانة الملاعب دي عشان ما نرجعش نصرف فلوس تاني للأسف في ملاعب وفي استادات ويحصل المنظر اللي بنشوفه في ملاعب؟ شكرا استاذ شريف، عندك حق، واحنا 6 استادات اللي بتعملوا هتعملوا كويس، وإن شاء الله الحكومي منها أو اللي إحنا مباشرة أكيد هنعمل ده. شباب مين عايز يسأل وزير الشباب والرياضة؟ أي ده كلكم؟ ده نقوم بقى وإنتوا تيجوا تقعدوا. إحنا برلمان شباب الشرقية طبعا. بنتمنى من حضرتك إن إحنا طبعا إحنا صورة مصغرة من البرلمان الكبير اللي هو مجلس النواب، حابين يبقى فيه لقاء دوري أو بشكل سنوي على الأقل يبقى ختام للمسابقة دي في مجلس النواب الكبير، بحيث إن إحنا نمارس على أرض الواقع، وده طلب ورجاء من حضرتك. هو ده أوريدي أو بالفعل موجود. أنا حضرت النهائي بالنسبة للطلائع وكان يعني هايل جدا في مجلس النواب، وحضروا كمان يعني معالي وكيل مجلس النواب وسادة من مجلس النواب. وصراحة أنا كنت لسه جاي جديد، يعني استفدت كتير جدا جدا جدا. كان اللي بيدير الجلسة وهو متقلد أو محاكي لرئيس مجلس النواب، لغة عربية فصيحة جدا. تدوير الجلسة بالضبط سيميلر لجلسة حقيقية. وهحضر كمان النهائي الشباب، لسه ما عملناهوش، لكن أنا استفدت جدا، والموضوع ده أنا بأكد عليه، عشان كده خرجت الأوسكار ديت، لأن هو بصراحة بيخرج قيادات في السياسة وبيخرج قيادات في إن هي في المحليات وقيادات في الدولة. الموضوع مهم جدا، وبشكر اللي ابتكر هذا الموضوع من قبل يعني، وبأؤكد على تنفيذه واستمراريته. أشكرك. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل حوارنا مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
النهارده في اتكلم فن هيبقى عندنا الفن التشكيلي وعندنا ايضا الطرب والغنى. بدايه هتبقى مع الفن التشكيلي وهنروح لساره ويلسون اللي مشتركه معانا النهارده في حلقه اتكلم براحتك ونشوف التقرير ده. انا اسمي ساره ويلسون فليب، طالبه في كليه فنون جميله قسم جرافيك. تعلمت حاجات كتير قوي من الكليه، منها الفوتوشوب، الستريتور، رسم، حفر وتصوير فوتوغرافي. دي كانت نقطه الانطلاق بتاعتي من اول ما دخلت الكليه. اول مسابقه اشتركت فيها هي كانت ابداع 6، وخدت فيها مركز تاني في فنون تشكيليه حفر، وتاني حاجه هي ابداع شباب اول، دي خدت فيها مركز اول فوتوغرافي. انا عايزه استمر، نفسي ابقى يبقى في منح مثلا، في سفر، في استمرار لموهبتي دي. التصوير عندي روحه فنيه، فيها نسبه ذهبيه، فيها تصميم، فيها حاجات كتير. ده اتعلمته طبعا من الكليه. فلما بنزل اصور في الشارع بشوف الناس لوحات فنيه، فببتدي بقى ان انا التقط الكادر من هذا المنطق. يعني نفسي الف العالم جدا، نفسي يبقى عندي منح وعندي ثقافات تانيه، واشوف ناس تانيه جديده، واشوف ناس فوتوغرافر تاني من جميع انحاء العالم. نفسي ابقى ليا سياحه يعني بعد الجمهوريه على مستوى العالم. عايز اعرف ايه نوع الفن التشكيلي اللي انت بتقدميه؟ انا يعني متخصصه في كذا حاجه، في الرسم والجرافيك اللي هو الحفر، والستريتور فوتوشوب، ومنها التصوير الفوتوغرافي. هو انا متميزه شويه في التصوير الفوتوغرافي بحكم دراستي، ان انا بشوف التصوير الفوتوغرافي كلوحه فنيه، هي ليها نسبه ذهبيه وليها معدلات، ليها تصميم، غير انها مجرد صوره او مجرد انا بمسك الكاميرا وبلتقطها. واشتركت في مسابقه ابداع؟ اشتركت في ابداع مراكز الشباب، خدت فيها مركز اول تصوير فوتوغرافي، واشتركت السنه اللي فاتت في ابداع 6، وخدت فيه مركز تاني جرافيك اللي هو الحفر. حلمك؟ انا حلمي ان انا اسافر برا مصر او ادرس ثقافات تانية واعرف فنانين تانيين واخد منح برا مصر. نروح لتقرير عن انجي ابراهيم. انا انجي ابراهيم من المنيا، خريجه فنون جميله قسم تصوير زيتي. حبيت ان انا اشارك النهارده بمسابقه التصوير الذاتي. بدات موهبتي قبل ما ادخل المدرسه، كان بابا هو اللي بيشجعني لانه كان بيرسم، فكنت بحب ان انا اتفرج عليه وكان نفسي ابقى زيه. وطبعا في المدرسه كنت بشارك في مسابقات كتير وساعدوني جدا ان انا اشارك على مستوى الجمهوريه ومستوى المحافظه بتاعتي. واللي كمان شجعني ان انا كنت بشارك في النشاطات تبع الكنيسه وكنت بكسب فيها مسابقات كتير، وده برضو خلاني ان انا عايزه اطور من الرسم بتاعي. وحبيت ان انا ادخل كليه الفنون عشان اثقل موهبتي دي، ودخلتها فعلا وشاركت وعرفت ناس كتير جدا هناك وفنانين كتير وتعلمت كتير قوي. المصريين بطبعهم عندهم الجينات ابداعيه زي اجدادنا الفراعنه، في المعابد واللوحات هنشوف كتير قوي فيهم قد ايه مبدعين جدا. فبتمنى من مصر انها تثقل موهبه كل الفنانين في كل المجالات وترفع اسم مصر. اتمنى من وزاره الشباب والرياضه انها تطور المسابقات بانها يبقى في مسابقات دوليه وكل الفنانين او اي حد من اي مجال ان هم يشاركوا فيها. وفعلا وزاره الشباب رشحتني لمسابقه الاميره ستوريس في مدريد، وحابه ان شاء الله اشارك بيها وان انا اكسب فيها. الفن التشكيلي عند المصريين كده عندهم في مشكله شوية، عندنا ثقافة الفن التشكيلي ضعيفة جدا. حتى عندنا يمكن في محافظة المنيا مش قوي يعني بالنسبة هنا للقاهرة. يعني في محافظة المنيا ليه المشكلة؟ المشكلة ان احنا ما عندناش متاحف او معارض كتير زي هنا في القاهرة، فبالتالي احنا مش بنقدر ان احنا نتفرج كتير ونشوف فنانين زي هنا. طب وزارة الشباب مش بتساعد بقى من مسابقة ابداع؟ لا، احنا كتير جدا نشارك في مسابقة ابداع محافظة المنيا، وفي ناس كتيرة كسبت يعني مراكز. في ناس كتيرة كسبت. اه ان شاء الله بالتوفيق ليكي. واروح لتقرير عن منار اشرف، احدى المتسابقات في الفن التشكيلي عبر مسابقه ابداع اللي بتنظمها وزاره الشباب والرياضه. انا
أنا اسمي منار أشرف بدير، جامعة المنوفية، كلية الاقتصاد المنزلي. موهبتي هو الرسم والتصوير الزيتي. موهبتي بدأت من أنا صغيرة جدا، كنت بجيب الرسومات وأقلدها من على الكمبيوتر، من على الجرايد، من على أي حاجة. فبدأت بقى أطور من نفسي واحدة واحدة لحد ما وصلت للجامعة. اشتركت هناك في مركز الشباب اللي هناك، وهو بصراحة عملوا مجهودات كبيرة جدا معايا وعلموني. في الحقيقة الرسم مش مجرد موهبة بس، الرسم بحوالي 45% موهبة والباقي كله تدريب. يعني الحافز اللي جواكي هو اللي بيدفعك لقدام ان انت تطوري من نفسك. فبدأت بقى لما دخلت الجامعة واشتركت في كذا مسابقة، منها مسابقة إبداع 4 وإبداع 5 وإبداع 6، والحمد لله حصلت على المركز الثالث في مسابقة إبداع 6. أنا شايفة إن الدولة قامت بمجهود عظيمة جدا عن سابقيها، لأن الوقت حاليا الدولة بتشجع جدا الطلاب إن هم هي تخلق فيهم روح التنافس والمشاركة. وأتمنى من وزارة الشباب والرياضة إنها تكثف مجهودها أكتر لتعليم الأطفال، إن كان في المدارس أو في الكليات أو في الجامعات. أنا عن نفسي بتمنى ان اشارك في مسابقات عديده، وباذن الله قريب جدا هتشوفوني في مسابقه دوليه. التصوير الزيتي حلمك فيه ايه بعد كده؟ انا حلمي ان انا عايزه اطور الفن التشكيلي، اطور الفنون شويه بحيث ان يوصل الثقافه بتاعتنا توصل لبره مصر، ويحصل اختلاط بين الثقافات بين الشعوب، ويعني بيكون في تجانس ما بين الثقافه العربيه والثقافه الاجنبيه. ان شاء الله بالتوفيق منار اشرف. ونروح نتعرف على احد المتسابقين في مسابقه ابداع، وليد حمدي. اسمي وليد حمدي عبد القادر، من محافظة الوادي الجديد، بكالوريوس هندسة طيران. بستخدم المواد الطبيعية، بالأخص هو الرمل. الرمل ده بيبقى رمل طبيعي، ما بيبقاش داخل عليه أي ألوان صناعية. الرمل ده بيكتسب ألوانه وشكله نتيجة التغير في الأمطار والرياح، فبيكتسب الشكل بتاعه. طبعا لوجودي أنا في البيئة دهيت، ده أثر عليا أنا كفنان إني أقدر أستغل الموهبة دهيت في شغلي، ونظر برضو إن أنا مولود في بيئة فنانين، فده كان برضو مأثر عليا. ومن ناحية إن كل يوم، تخيلوا معايا يعني حضراتكم، كل يوم أفتح الشباك ألاقي منظر جمالي، لوحة فنية جميلة. والصراحة مصر كلها كل مكان فيها لوحة فنية رائعة، كل لوحة قادرة على إنشاء فنان. الفنان ده من المنظر اللي بيشوفه قادر على يوصل لدرجة الإبداع. فمصر جميلة جدا، فيها أماكن جميلة جدا، بنشوف أنحاء العالم كلها بيجوا عشان يلتقطوا صور هنا، يرسموا أشكال بيشوفوها هنا هوت. فقمة الإبداع والجمال، ومصر طول عمرها ولادة. شايف حاليا أن الدولة قامت بجهودات لم يسبق لها مثيل من قبل، وبالأخص وزارة الشباب والرياضة شفنا مشاركات كتيرة جدا بتقدمها للشباب، وفرص للمسابقات والمشاركة والتنافس كتيرة جدا وجميلة، وفي تحفيزات سواء مادية أو شهايد تقديرية. احنا واثقين طبعا في الدكاترة والمستشارين القائمين على الوزارة، بينشأوا أفكار جديدة قادرة على توفير فرص كبيرة جدا للمشاركة فنانين أكبر، وظهور أعمال فنية أكتر. إن مصر في كل مكان في فنان مستني الفرصة بس تجيله. طب اشتركت ازاي في المسابقة وانت في الوادي الجديد؟ عرفت عنها ازاي؟ انا كنت فعلا هنا في القاهرة في كليتي، وما كنتش اعرف عن المسابقة اي حاجة. لقيت من مديرين المركز عندنا بيتواصلوا معايا بيقولوا لي ان في مسابقة وتم اعلانها، وعملوا اعلان عليها برضو ما شفتهاش، يعني ما عرفتش الا غير باتصال منهم، ونتمنى ان يكون في مشاركة منك. فبالفعل رسمت لوحة برسم بالرمل الطبيعي بدون تداخلات اي الوان صناعية. رسمت لوحة وبعتها لهم، والحمد لله أخذت أول هناك، وجيت الحمد لله تم تقييمي هنا أول برضو في القاهرة. بالتوفيق وليد. هروح لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة الماسترو دكتور محمد مصطفى. وفي البداية عايز حضرتك تعرفنا بأعضاء الأوركسترا النهاردة. معنا على آلة كمان عمر حمدي وأحمد مجدي، على آلة الأورج هادي الجيار، وعلى آلة العود محمد عرفة، على آلة الكولة مايكل عادل، على آلة الكيبورد مفدي هاني، وعلى آلة الكاخون والطبلة بولا بدر، وعلى آلة الرق أحمد علي. تحية الأوركسترا وزارة شباب الرياضة.
النهاردة وإحنا بنتكلم فن دكتور محمد هنسمع أغاني. هنبدأ مع المطرب ولا المطربة؟ هنبدأ بالمطرب محمد خالد إن شاء الله. هيغني لنا؟ بلدي إن كان على القلب. طيب نروح لمحمد خالد. حيوا معايا محمد خالد. المطرب محمد خالد. محمد من محافظة القاهرة ويبلغ من العمر 25 عاماً، وغنى في دار الأوبرا المصرية أكثر من مرة، ويفضل غناء الطرب القديم. وبدأ مشواره الغنائي قبل 18 عاماً، أي عندما كان يبلغ من العمر 7 سنوات. ومن الأغاني التي غناها أغنية إن كان لك على القلب وأغنية أم الدنيا. جاهز محمد؟ إن شاء الله. يا تفضل. شكرا للمطرب الشاب الواعد محمد خالد، مستقبل افضل ليه. هروح لاوركسترا وزاره شباب والرياضه بقياده المايسترو دكتور محمد مصطفى، ونعرف منه هنسمع ايه تاني ومع مين. هنسمع دلوقتي مارتين فؤاد. هتغني كلمه حلوه. حيوا معايا مارتين فؤاد. المطربة مارتين فؤاد. بدأت مارتين الغناء منذ أن كانت في سن 7 من عمرها، وهي من محافظة الشرقية وتبلغ من العمر 20 عاما. ومن أبرز الأغاني التي غنتها أغنية يا أغلى اسم في الوجود وأغنية كلمة حلوة للمطربة دليدة.
تربى شابة زيك يا مارتين تعمل إيه علشان توصل للجمهور؟ في رأيي إن هي لازم تختار الكلمات الصح واللحن الصح. اللحن الصح والكلام المظبوط بيوصل للجمهور كويس قوي. يعني الاختيار أهم حاجة. الاختيار طبعاً أهم حاجة. في ناس كتير قوي تبقى مش ظاهرة بس بتعمل أغاني لحنها قيم جداً والكلام بتاعها حلو جداً بيوصل للناس في أسرع وقت. حلمك الجاي؟ يعني مطربة إن شاء الله حد كويس يعني. إن شاء الله بالتوفيق مارتين فؤاد. حيوا معايا مارتين فؤاد. وهيكون معنا مين المطرب الأخير في فقرة تكلم فن النهاردة؟ أحمد جمعة. أحمد جمعة. حيوا معايا المطرب الشاب أحمد جمعة. المطرب أحمد جمعة. أحمد من صعيد مصر وبالتحديد من محافظة المنيا ويبلغ من العمر 22 عاماً، وبدأ مشوار الغناء منذ أن كان طفلاً في العاشرة من عمره. ومن أبرز الأغاني التي غناها أغنية يا حبيبتي يا مصر وأغنية الأرض بتتكلم عربي. أهلاً بيك أحمد، اتفضل. هتسمعنا إيه النهاردة الأول؟ الأرض بتتكلم عربي. أنت متأثر بالقديم يا. طيب، اتفضل.